ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين معاكم قعدة صبايا. النهاردة يوم النصر، يوم الكرامة، يوم العزة. خلونا نرحب بضيفي الأستاذ الإعلامي حسن نجاح، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل بلدنا. أهلا بك يا أستاذ أهلا حسن. بحضرتك، وكل سنة وشعب مصر طيب، وكل سنة وقواتنا المسلحة بألف خير، وكل سنة ومصر بألف خير يا رب يا رب. أستاذ حسن، النهاردة معانا فقرات ومعانا فيديوهات هنشوفها، ولكن كلمني الأول للحالة الأولى اللي معانا، كلمني اديني نبذة كده عنها، كلمني. قبل ما اتكلم عن فقرة وعن اي حالة وقبل ما نتكلم في حاجة، انا عاوز اهدي اخواتنا على الحدود وجيشنا المحترم وقواتنا المسلحة اغنية وفيديو بسيط بنعبر بيه عن حبنا وعن وقفتنا في ظهر بلدنا وفي ظهر جيشنا وفي ظهر الريس، ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين. طيب احنا معانا الأغنية جاهزة يا جماعة؟ طيب خلينا نروح نشوفها. بجد الاغاني دي احنا محتاجين ان احنا نسمعها مره واتنين وتلاته، ومحتاجينها الايام دي بالذات عشان ترفع اكتر من روحنا المعنويه. استاذ حسن، نرجع بقى للحلقه وارجع واقول لك الحاله الاولى اللي معانا هتكون ايه. احنا ان شاء الله باذن الله الفقره الاولى اللي معانا في حلقه النهارده معانا الحاج عبد العزيز، وده راجل شاء القدر، هو كان عامل بيشتغل باليومية وشاء القدر انه اصيب بمرض وحصل ليه تضخم في الطحال وحصل ليه مضاعفات، وللأسف الشديد هو ما عندوش حد يصرف عليه. لما انا رحت اصور مع الراجل ده، هو اول ما دخلنا على البيت لقينا بيته واقع، ولقينا الراجل نايم على مرتبة على الارض، ولقيت وضع بصراحة صعب جدا، وضع مأساوي أبكاني. أنا بجد ما بقدرش أتحمل ظروف الناس الغلابة، ويعني أنا عيطت وأنا بصور مع التقرير، ما قدرتش أمسك نفسي من الوضع الصعب بتاعه. ولكن إحنا بنقول عاوزين إن شاء الله بإذن الله مراته ست كبيرة نقدر نحط إيدينا في إيدين السادة المشاهدين، ونقدر نعمل ليها مشروع تقدر تصرف على تعب جوزها. وجوزها ليه عملية تقريبا هتتكلف في حدود 20,000، لظروف المادية مش قادر يروح يعملها. فاحنا بنناشد اهل الخير نعمل حاجة ياكلوا منها لقمة عيش للناس تعيش يعني، وبنزيع الحاجات ديت بس عشان حضراتكم تبقوا فاهمين، علشان نساعدهم، علشان دول اهلنا، ناسنا، اخواتنا، جيراننا. هتبص جنب حضرتك هتلاقي حد فقير، حد محتاج، احنا بنسلط ضوء الكاميرا على الناس اللي ظروفها صعبة علشان نساعدهم، نقف مع نفسنا، نقف جنب ناسنا. بالظبط، والارقام برضو هتكون على الشاشة، اللي حابب يتبرع من السادة المشاهدين احنا بنناشدهم، الارقام هتنزل على الشاشة يكلمهم ويتواصل معهم. الارقام بالفعل نزلت على الشاشة، يحاول ان هو يتواصل معهم. نروح نشوف التقرير الاول ونرجع ان شاء الله. خلونا نروح نشوف اول تقرير ونرجع لكم، انتظرونا.
ومعايا الحاج عبد العزيز هيحكي مشكلته واللي حصل له اكتر من. قول لي يا حاج عبد العزيز عندك ايه؟ عندي بعيد عنكم وسامعين، عندي طحال وكب وبتاج في بطني كله. طب انت يا حاج ما رحتش المستشفى ليه؟ مش في حد يوديك المستشفى تعمل على العمليه وتتعالج؟ لما بروح بعوز معايا 10 صنفار بيشيلوني ويحطوني، والله ما بتحرك خالص، بيشيلوني ويحطوني. وبعدين بقى مش عارف الناس معايا، في ناس ولاد حلال وناس بتقول لك الواحدة كل يوم كده، والأسعاب جت خدتني كم مرة وما فيش فايدة برضه، وساعات بيجي الغيبوبة عشان الكبد بيروح جاي، لما بيجي بعد عنك غيبوبة الكبد ديت بيبقى من الواحد هم نفسهم بيبقى الناس جايين متأذين بتوع المستشفى، ودون المستشفى يقعد لهم دي الكلام ده قبل يعني بقاله فترة على كده. طب بقالك كم سنة نايم النومة دي يا حاج عبد العزيز؟ بقالي 3 سنين نايم النومة دي، لما أجنبي وجعتني من نومة جت واحدة بنت حلال جابها تالي، والله المتعة دي جابتها لي وقالت ايه حتى على قد ما بتريحني بس على قد ما بعرفش اتحرك فيها، لازم واحد يحركني شمال ويمين عليها برضه. لو عاوز مثلا مع الجنب دي بيروح عاملين على الجنب دي يروح شادين. طب انت بتاكل وتشرب منين وعايش ازاي كده؟ من باب الله الحمد لله رضا، الحمد لله رضا من باب الله. نزل حضرتك كده كمنهم يعني عارفين الواحد على ايه بيروح مساعدين الواحد، حتى ربنا وانت والله العظيم بيروح جاي مساعدين مثلا 50 جنيه 20 جنيه على قد بتاعتنا. بقى هجيب بقى علاج ولا هاكل؟ وبعدين ايه الولية كانت الخيرة برضه معلش بتقدر تمشي زي الأول، وأنا لو مش ما بقدرش أمشي كان الواحد قدر عكز واشتغل. الحاج عبد العزيز كان عنده ولد وتوفاه الله في حادثة جرار، كان ابنه ده اللي بشايله وهو اللي بيصرف عليه وبيصرف على والدته. بتعيط ليه؟ اطلع فوق شوف الحال عامله ازاي وجوه، والحمد لله نحمدك يا رب ونشكر الفضل. حتى شريط العلاج ما بنعرف نجيب، اجيب له فرخه ولا اجيب له سمكايه ولا اعمل له اي ولا اي، ما بنعرفش حاجه. الشكوى لربنا يا رب. انتوا عايشين ازاي يا حاج ربح؟ عايشين ازاي؟ ربنا والله على حس ربي، الناس بتيجي تخطف علينا، نجيب اللقمه نجيب العلاج، هنجيب له ياكل ولا علاج ولا اي ولا اي، بس هنعمل اي. بتعيط ليه يا حاج عبد العزيز؟ عشان الواد ده، عشان الواد ده صوت الواد كان بيصرف عليك؟ كان بيصرف علي ماما والنسمة من نهار ما مات رجعت على ابوك. انا بتخبط وماشي ما شفتهاش والله يا عندي 24 سنة. بتقول ايه يا حاج؟ عندي 24 سنة محمد ابنك؟ الجرار خبطه على ما جرينا جبناه من على البحر، كان الجرار خد بعضه وتوكل على الله، والله ما احترنا فيه، والله ما احترنا في السواق. قال الله يسهل، الله يسهل له ستر طريقه ربنا راه، لانه ولا قصده ولا هو متهرب له ولا حاجه، هو قدر الله والحمد لله. بصوا البيت شكله عامل ازاي واقع، يعني البيت وادي الحاج عبد العزيز لا عنده سرير ولا مرتبه ولا ثلاجه ولا غساله ولا بوتاجاز ولا حاجه خالص. شوفوا حضراتكم منظر السقف البيت، شوفوا حضراتكم، شوفوا ال 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 بيشربوا ميه من الطرمبه الحبشيه هي، ادي عيشتهم وادي حالهم سبحان الله. ولا فلتر ولا حاجه، ادي عيشه الناس اهي.
ودي ظروفهم، والبيت واقع والراجل نايم اهوت، ما عندوش لا اكل ولا شرب ولا معاهم فلوس العلاج، وبنروح لهم على الطبيعه. بنقل لكم الصوره من جوه بيتهم علشان نقف جنب اسره. عاوزين نودي الحاج عبد العزيز يعمل العمليه بتاعته، وعاوزين نعمل لهم مشروع اللي يقدر يساهم معانا يكلمنا، ارقام التليفونات على الشاشه. عاوزين نعمل لهم مشروع ياكلوا منه لقمه عيش. عاوزين نعمل مشروع للحاجه، الحاجه الكبيره في السن ده دكان بقاله ولا حاجه هيتكلف في حدود 30,000 جنيه. تقولي للاهل الخير اللي شايفينك، ولو في حد هيساعدك يا حاجه تدعي له وتقولي له ايه؟ في مالهم ولا في عيالهم، وتنجيهم في طريقهم ويكتر ارزاقهم ويجعلوا لهم في ميزان حسنات. يا رب تجعلوا لهم في ميزان حسنات، وتنجيهم لعيالهم ونجي لهم عيالهم، ما يقعوا في ضيق. يا رب ما تقعوا في ضيق يا ولاد الحلال، انتوا امه محام. الله يستر طريقكم، الله يجعلوا لكم في ميزان حسنات وينجيهم لكم يا حبايب، ما يبهدلش لكم. جيت على الطريق. انت تعبت يا حاجه من الشغل عند الناس؟ والله بشتغل وبخدم الناس والله. انت عندك كم سنه؟ عندي 65. 65 سنه وبتشتغل عشان تصرفها على جوزك المريض؟ اعمل ايه يا حبيبي؟ اعمل ايه يعني؟ نعمل ايه؟ نمشي في الغلط؟ ما ينفعش، ما ينفعش ابدا، ولا يرضي ربنا، وربنا يعمينا على اللي يغضب الله. شوفوا فضل ربنا على الناس وقد ايه راضين بنعمتهم. بس انا بوريكوا حاجه، اللي قاعد في عشه حامد ربنا، ياما ناس قاعده في قصور والله ما تعرف ربنا، ياما ناس قاعده في قصور والله ما يعرفوا ربنا. شوفوا الناس اللي قاعدين في عشه وقاعدين على فرشه المرض، لا عندهم سرير ولا عندهم حاجه ولا عندهم اي حاجه في البيت، حامدين ربنا ازاي؟ سبحان الله. تقول ايه للناس اللي شايفينك يا حاج عبد العزيز؟ لو في واحد هيساعدك تدعي ليه وتقول له ايه؟ لو واحد هيعمل لك العمليه بتاعتك تدعي له وتقول له ايه؟ ما نمشي نومتي ويخلي لي عياله ويشفيه من شر المرض، وربنا يصلح حاله ما بقى يصلح من ايديه، وحب الناس فيه يا رب، بنحب ربنا له ويوسع رزقه ويصلح حاله يا رب. اي واحد يساعدنا باي حاجه، فبوزع لكل واحد ابن حلاليقة فرح الغلبان وفرح الفقير، وربنا يصلح حاله. طب انتوا محتاجين ايه دلوقتي يا حاج رب؟ عايزه بوتاجاز، وعايزه تلاجه ان شاء الله يكون 5 قدم، او حته فريزر صغيره كده. بيجوا في شهر رمضان يعني، واحد بيبعت لي حته فرخه حته بتاع اسجلها في الفريزر على قد الراجل ده. دي اللي انا محتاجاه بس من ربنا، وحته غساله عاديه بس، دي اللي انا عايزاه من الله، ويجعله لهم في ميزان حسناتهم وينجيهم في طريقهم ويطبب ميزانهم بحسناتهم ويخفف من سيئاتهم، ما يبهدلش لهم جت على طريق. انت ما عندكش غساله؟ ما عندكش بوتاجاز؟ لا، ولا بوتاجاز ولا ثلاجه ولا غساله. طب اطلبي من اهل الخير يساعدوك في الثلاجه والغساله وحته بوتاجاز، اي بوتاجاز يجيبوا لي، وحته غساله وحته ثلاجه بس، دي اللي انا عايزاه من ربنا بس. والراجل ده هو يتعالج، والدار اللي بتنزل علينا حشرات، قسما بالله بتنزل علينا حشرات طول الليل. اقول لهم يسعدهم في مالهم وفي عيالهم ويكتر ارزاقهم، ما يبهدلش لهم جت على طريق، ما يرقدوش رقدتنا ولا ينحوجوا حوجتنا شله يا رسول الله، يجعلوا لهم في ميزان حسناتهم، وما يبهدلش لهم جت على طريق، ويفاديهم وخلي عيالهم وخلوهم لعيالهم شله يا رسول الله. النبي تتقبل مني كل اللي يعمل خير للناس يا رب يا رب يا رب. بجد مأساة يعني. اي حد حابب او يقدر ان هو يتبرع، الأرقام بتظهر على الشاشة، يتبرع وما يتأخرش وما يترددش، والأرقام موجودة دلوقتي على الشاشة. أستاذ حسن أرجع لك وأقول لك، مؤسسة أهل بلدنا هتعمل إيه للحالة اللي معانا دي الحاج عبد العزيز؟ هو أنا عاوز أقول حاجة بس صغيرة. اتفضل. الحاجة رابحة مرات الحاج عبد العزيز عندها 65 سنة وبتطلع تشتغل عشان تجيب أكل جوزها. هي مش هتجيب الدواء، هم أولا ما معهمش فلوس العلاج بتاعة الراجل، هي بتطلع تشتغل عشان تجيب اكل جوزها
واكلها اللي هو الاكل اليومي يعني. اليومي. فتخيل حضرتك ست عندها 65 سنه بتطلع تشتغل، تخيل حضرتك لو احنا ما سلطناش ضوء الكاميرا بتاعتنا على ناس فقراء زي دول. الست ديت لما انا رحت لها بالليل جابت لي شنطه الدواء، بتقول لي شوف ادي شنطه الدواء هيت، انا كنت قاعده بيها على باب الجامع علشان حد يروح يشتريها لجوزي وما لقيتش حد يشتريها، ورجعت تاني بشنطه الدواء وشنطه الدواء فاضيه وعيطت. ببص لقيتك داخل عليا بتخبط على بابي. قلت لها يا حاجه ما هو ربنا بيقطع من هنا وبيوصل من هنا، والست عيطت وخلتنا كلنا نعيط. الحمد لله احنا بنحاول بقدر الامكان نجيب الناس اللي هي الدنيا نسياهم، محدش يعرف عنهم حاجه، محدش يسمع عنهم حاجه. فاحنا بنقول للاهل الخير لو ربنا مقدرك على حاجه اوعى تتاخر عن اهلك. اهلنا دول اهل مصر، دول ناسنا وجيراننا، لازم كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض نساعد اسره زي دي وغيرهم. وده مش عيب، ده التكافل الاجتماعي دي حاجه جميله، حاجه جميله ان انا ابص على جاري اخبط عليه واشوف اللي في بلدي واشوف اللي في شارعي واشوف اللي، دي حاجه جميله طبعا.